لما لم يسمح لي والدي بالذهاب؟ أيها الدرع، ألا تريد أن تخوض نزالاً مع أقوى اللاعبين مثلي؟ يتكلم مع بلبله مجدداً. نمر؟ ها؟ ما الذي تفعله يا ولد؟ هل تحاول أن تهرب؟ لقد قررت الذهاب يا أمي. نعم، هذا واضح. لن تتمكني من منعي. أنا أعلم، هذا قراري النهائي. افعل ما شئت إذن. ها؟ أعيدي، ماذا قلتي؟ يمكنك الذهاب يا بني. ولكن أبي لن يسمح لي. لقد وافق والدك، إنه يعلم بما تشعر به. ها؟ رائع! أنا قادم! قلت لك انتظرني! هيا أسرعي قليلاً.